السلام عليكم طلاب الصف الخامس، سوف أشرح لكم قطعة صفحة 46. هيا بنا بإشراف معلمة أرواد السخنة. Most of the food we eat comes from plant or animals. معظم الطعام الذي نأكله يأتي من النبات والحيوانات. Farmers grow plant and keep animals to give us food. يزرع المزارعون النبات ويحتفظون بالحيوانات لتزويدنا بالطعام. Meat comes from animals. Chickens give us meat and eggs. اللحوم تأتي من الحيوانات. الدجاج يعطينا اللحوم والبيض. Vegetables come from plants. الخضروات تأتي من النبات. Farmers in the Jordan Valley grow vegetables in the Jordan Valley. There are tomatoes, potatoes, and onion fruit. Grow in the Jordan Valley too. المزارعون في وادي الأردن يزرعون الخضروات، وفي وادي الأردن توجد الطماطم والبطاطا والبصل، وتنمو الفاكهة في وادي الأردن أيضا. Oranges and bananas grow in the trees. ينمو البرتقال والموز على الأشجار. In the north of Jordan, some farmers grow olives. Olive trees grow in the sides of the mountains. وفي شمال الأردن يقوم بعض المزارعين بزراعة الزيتون. تنمو الأشجار الزيتون على جوانب الجبال. Goodbye, my friends.